السلام عليكم. بوري ان شاء الله غادي نشوفوا هاد التذكير ديال الداله العكسيه ديال الداله المتصله وارتباطها، ودائما بالسلسله ديال الاتصال. بون قبل ما غادي نشوف الخاصيات، غادي نشوفوا هنا غناخذ اف داله متصله وارتباط. طبعا على مجال اي، وناخذ مثلا المجال و افيل متصله على هذا المجال، تكون رتيبه قطعا، يعني اما تزايديه قطعا ولا تناقصيه قطعا. ناخذ الحاله ديال التزايديه قطعا ماشي مشكل. عندنا اف بي ا، عندنا بي، عندنا اف بي بي، واش كتعني متصله؟ يعني انني غادي نرسمها بلا ما نهز يدي. عندنا رتيبة قطعا، يعني إما تزاودية قطعا ولا تناقصية قطعا. ناخدو هاد المثال، وغادي نلاحظ واحد الملاحظة، بأن أي عدد عندنا المجال أ بي، وهنا أف لي أ أف لي بي هو أي عدد الصورة ديالو. إذا هاد المجال الأخضر هو المجال أف لي، وكنلاحظو بأن أي إيكغيك قدام هنا يوجد واحد العدد وحيد اكس، بحيث هاد اكس يساوي ايكغيك. قلنا لكل ايكغيك ينتمي الى اف اي يوجد عدد وحيد اكس ينتمي الى اي، بحيث هاد اكس يساوي ايكغيك. اي ايكغيك هنا عنده سابق واحد. هاد الداله اللي كتربط كل عدد ايكغيك بالعدد اكس كتسمى الداله العكسيه للداله اف، الداله التي تربط العدد ايكغيك بالعدد اكس تسمى الداله العكسيه. الدالة F والرمز ديالها ومرموز لها F موان Z، الرمز ديالها هو F موان Z، ولكن أونسون F موان Z لا علاقة ليها بواحد الـ F. عندنا علاقة الرمز ديال الدالة العكسية اللي كتربط كل عدد من هنا Y بالعدد X كتسمى الدالة العكسية، والرمز ديال F موان Z، وهذا المفهوم ديال الدالة العكسية. دونك كيفاش كن اللي مهم عندنا هنا، كيفاش الخاصية اللي خصكم تستعملو؟ إلا كانت اف دالة متصلة ورتيبة قطعا على مجال اي، فإن اف تقبل دالة عكسية اف موان زي. إذن فيما يكون السؤال بين أن اف تقبل دالة عكسية، خاصكم تجدو جوج حوايج تبينو أن اف متصلة على اي، وأنها رتيبة قطعا، إما تزايدية قطعا أو تناقصية قطعا. تقبل دالة عكسية، هاد مجموعة التعريف ديال الدالة العكسية هو اف دو اي. هاد المجموعة هاد اف دو اي هو مجموعة التعريف ديال الدالة العكسية. غنشوفو تاهو كيفاش كنحدوه. في هاد الحالة نقولو أيضا أن اف تقابل من اي إلى اف دو اي، كنقولو اف تقابل من اي إلى اف دو اي. إذا فيما يكون السؤال بين أن اف تقبل الدالة العكسية، خاصكم تبينو متصلة ورتيبة قطعا. غنشوفو كيفاش كنحدو اف دو اي. اف دو اي تحديد المجال اف دو اي، غناخدو المجال وغناخدو اف دو اي في الحالة اف تزايدية قطعا، وغناخدو اف دو اي في الحالة اف تناقصية قطعا. مثلا خدنا اي هو المجال ا بي و اف تزايدية قطعا، غنديرو الصورة ديال المجال ا بي هو اف دو ا اف دو بي، كيبقاو في نفس الترتيب، ا داخلة اف دو ا داخلة، بي داخلة اف دو بي داخلة. كان تناقصية كنقلبوهم، كنديرو اف لي بي اف دو ا. إلا خدنا المجال ا بي مغلق ا ومفتوح من بي، اف دو اي بما ان ا داخله هنا اف دو ا، بي خارجه خصنا نحسبو الليميت على يسار بي. هذه في الحاله ديال اف تزايديه، الا كان تناقصي كنقلبوهم، كنبداو بها الاول نضربو هذا. بصفه عامه باش ما نكثروش في هادشي، العدد اللي داخل كتبقى الصوره ديالو داخله، والعدد اللي خارج كنحسبو ليه الليميت. بحال هذا خارج نحسبو ليه الليميت، هنا ا خارج نحسبو ليه الليميت، بي داخل نحسبو ليه الصور. إذا كان التزايدي كنحافظو على نفس الترتيب كيما هذا كيما هذا، إذا كان التناقصية كنقلبو الترتيب، واللي داخل كتبقى الصورة ديالو داخلة، واللي خارج كتبقى هنا الليميت ديالو خارج.
خارج هذا بصفة عامة دوت كيفاش كنحددو اف ودي صافيين. شوفوا واحد الخاصية ديال الدالة العكسية، الدالة اف موان زان حتى هي متصلة على اف دو اي، لما مجموعة التعريف ديالها اللي اف دو اي، الدالة اف موان زان راه تيبقى قطعنا على اف دو اي ولا على نفس الرتابة اف، يعني إلا كانت اف تزايد على اي حتى اف موان زان تزايدية على اي، كانت اف تناقصية على اي فإن اف موان زان هي تناقصية على اي، تناقصية قطعا طبعا. غنشوفوا واحد الخاصية مهمة، هاد الخاصية باش كنحددو هاد الخاصية هي باش كنحسبو اف موان زان اكس بدالة اكس، إلا بغي عندنا اف دو ايكغاك يساوي اكس، ناخدو هنا ايكغاك نطلبو هنا ماشي مشكل، إلا خدنا اف دو ايكغاك يساوي اكس، إذا اف موان زان اكس هي ايكغاك، إذا إلا كانت اف دو ايكغاك يساوي اكس، إذا ايكغاك راهي اف موان زان اكس، إذا لكل ايكغاك ينتمي اي ولكل اكس ينتمي اف دو اي. إذا في الماء نبغيو نحددو الدالة العكسية، كنحللو المعادلة اف دو ايكغاك يساوي اكس، كنبحثو على المجهول. على هذا المجهول هو إيكغاك، إيكغاك كنلقاو القاو بدالة إكس، هاد القيمة اللي لقينا ديال إيكغاك هي اللي كنسميوها إف موان زان لإكس، بون تنديرو في شينيت هاد البسيط هنا، ماشي مشكل، نكملو بعدا الخاصيات، عندنا خاصية أخرى، منحنى الدالة إف موان زان يعني التمثيل المبياني ديال إف موان زان، هو التمثيل المبياني ديال إف متماثلان بالنسبة للمنسق الأول، شنو هو المنسق الأول؟ هو المستقيم ديال المعادلة إيكغاك يساوي إكس. مستقيم ديال المعادلة يساوي إيكغاك يساوي إكس، إلا بغينا نشوفوه سامبل، ناخدو إكس يساوي صفر، إيكغاك يساوي صفر، إلا خدنا إكس يساوي واحد، إيكغاك يساوي واحد، ها المستقيم هو، باردون، هذا هو المستقيم الذي معادلة إيكغاك يساوي إكس، وإلا عندنا مثلا التمثيل المبياني ديال إف هو هذا، سي إف، وبغينا التمثيل المبياني ديال إف موان زان، كنشوف المماثل ديال إف بالنسبة لهذا المستقيم، المماثل ديال هاد لابارتي هادي. والمماثل ديال هذا هو بادون اطونسيون باش التماثل مزيان غادي يكون بحال هكا، هذا هو سي اف موان زان، دائما التمثيل المبياني ديال اف ديال اف موان زان متماثل بالنسبة لإكغاك يساوي اكس، يعني لا عندي التمثيل المبياني ديال اف بغيت التمثيل المبياني ديال اف موان زان يكفي نشوف المماثل ديال سي اف بالنسبة إيكغاك يساوي إكس، هادو هما الخاصيات اللي كاينين، غنديرو شي مثال بسيط باش ناخدو مثلا إف دي إكس تساوي إكس مربع المعرفة على مثلا إي مثلا مازال شوف حنا واحد زائد مثلا لا صفر زائد مثلا مثلا بغينا نبينو بين أن إف الدالة العكسية إف موان معرفة على مجال يجب تحديده، غنجيو بغينا نبينو أن إف قبل الدالة العكسية نطبقو هاد الخاصية خص تكون إف متصلة وعلى طيبة قطعة، غنقول لدينا إف متصلة لأنها قصور دالة حدودية، دالة حدودية ولكن اقتصرنا على المجال، لأنها قصور دالة حدودية، اتصال هنا إف متصل على إي، طبعا على إي هنا، هنا يعود، خاصني الرتابة عندنا إف بريم لإكس هي جوج إكس، لاحظوا إكس موجب إذا إف بريم تاعي موجب ولكل اكس ينتمي اي اسفلين اكس اكبر تساوي صفر، طبعا لا كتبنا عدم صفر ولكن ماشي مشكل، اذا اف زاوية قطعنا على اي، اذا بينا اف متصلة وتزاوية قطعنا على اي، اذا اف تقبل دالة عكسية إف موان زان معرفة على كيفاش كنحدد مجموعة التعريف ديالها على إف دو إي اللي هو صورة هذا المجال، عندنا
نحب تزايدية ولا تناقص عندنا اف تزايدية غنحافظو غير نفس الترتيب الصفر داخل غنديرو هنا اف لي صفر ليسان فين خارجة غنحسبو ليميت اكس اولى ليسان فين الاف دي اكس هذا داخل يبقى داخل هنا خارج يبقى خارج اف لي صفر غنحسبوها هو صفر ليميت بليس لانفين ديال اكس مربع هو بليس لانفين فاصل بون غادي نشوفو سؤال اخر ندير مثلا اف موان زاد اكس بدارات اكس كيفاش تحديد اف موان زاد كدا الخاصية باش كنحدو اف موان زاد هي المعادلة اف دو ايكغيك يساوي اكس بحيث ايكغيك يساوي اف موان زاد اكس ولكن ايكغيك ينتمي الى اي حيت الصورة ديال ايكغيك ديرينا باف والاكس ينتمي الى اف دو اي حيت الصورة ديال اكس ديرينا باف موان زاد اذا غادي نحل المعادلة اف دو ايكغيك يساوي اكس الى اين ايكغيك راهي اف موان زاد اكس اون فوا وضح ايكغيك راهي اف موان زاد اكس وهنا لاحظوا عندنا اي و اف دو اي تساويين اذا لكل اكس و ايكغيك من صفر بليس انفين نقدر غنحلو المعادلة اف دو ايكغيك يساوي اكس وكافي اف دو ايكغيك راهي ايكغيك و كاري يساوي اكس يكافي عندنا مربع يساوي اكس يعني ايكغيك اما جدا اكس او ايكغيك معطي جدا اكس ولكن خصنا نشوفو ايكغيك فين كتنتمي ايكغيك موجبة بما ان نكتبو هنا ماشي مشكل فإن الحل المناسب هو هذا فإن f موان زاد x يساوي جذر x إذا الدالة العكسية ديال f اللي هي تساوي x مربع هي f موان زاد x يساوي جذر x وغادي باش تفهموا شوية شي حوايج مثلا خدنا f لجوج وأربعة f لجوج الدالة العكسية شنو خصني نترجع f موان زاد الربعة هي جوج إذا فعلا f موان زاد الربعة هي جذر الربعة هي جوج إذا نشتا الدالة العكسية اف موان زاد هادي كدي الصورة من لهنا والدالة العكسية كترجع الصورة من هنا لهنا وهذا مثال بسيط تنشوفو في التمارين نكملو إن شاء الله التمرين رقم 69 ديال الإتصال وعندنا التمرين اف دي إكس هي إكس مربع ناقص تاني إكس زائد تلاتة تحديد إف وحسب الليميت عند بليس لانفيني ديال اف دي إكس والليميت إكس أو لام ولا فيني حسب إف بريم وعطي جدول تيولة إف أنشأت إف ونحن إف بمعنى متعامل منظم يكون جا قصور اف على المجال اي اللي هو واحد زائد مانع بين ان الجي تقبل الدالة العكسية الجي موان زان معرفة على مجال الجي يجب تحديده بيعطي جدول تيولة الجي موان زان جي احسب الجي موان زان اكس بدالة اكس ان جي اس الجي موان زان منحنى الجي موان زان في نفس المعنى والتمرين درناه شامل الدالة العكسية باش اي سؤال ممكن تعطي الدالة العكسية كيكون هنا باش فيها سامبل ماشي سهل غير بشوية والسؤال الاول حديد اف عندنا اف دالة حدودية اذا اف تساوي لأن F دالة حدودية وغنحسبو الليميت F دي إكس إكس يؤول بليس لانفين هو الليميت إكس يؤول بليس لانفين إيه إكس مربع ناقص يعني إكس زائد تلاتة بما أن حدودية و إكس يؤول بليس لانفين ناخد أكبر درجة ليميت اكس اس اثنان اكس يؤول بليس لانفين هي بليس لانفين طبعا نشوفو الليميت اكس يؤول هو لانفين اف دي اكس نفس الشيء مثلا الليميت اكس يؤول هو لانفين اذا اكس اس اثنان هي بليس لانفين اذا السؤال الاول اثنان السؤال الثاني احسب اف بريم دي اكس واعطي جدول تيولة اف وعندنا f بريم x مشتقة المرتقة ب x مربع ناقص 2 x زائد 3 بريم زائد 2 x ناقص 2 ومشتقة ضعفنا 2 x ناقص 2 بغينا جدول التيولات خصنا ندرسو الإشارة ديال f بريم ونديرو جدول التيولات لاحظوا f بريم معادلة من الدرجة لا حدودية من الدرجة الثانية من الدرجة الأولى فرضو عندنا f بريم x يساوي صفر يكافي 2 x ناقص 2 يساوي صفر يعني يكفي
اف تساوي واحد. انظر ريغولات المسافه على اكس اف بين اكس اف اكس. مجموعة التعريف كما هنا في بليستان في اي المشتقة في العالم عند واحد هي من الدرجة الأولى عند اليمين إشارة أ واليسار عكس إشارة أ سالب. إذا أف بريم سالب إذا أف تناقص إلى أف بريم موجب إذا أف تساوي لي عندنا الليميت ديال أف دو إكس عندما يو إكس إلى مونانفيني. أف دو إكس الليميت ديالها عندما يو إكس إلى مونانفيني هي بليستان في الليميت عند بليستان في هي بليس فين. هنا غنحسبو اف لي واحد، اف لي واحد ما كنحسبوش في اف بريم، كنحسبو اف هنا، اف لي واحد واحد مربع هي واحد ناقص اثنان هي ناقص واحد زائد ثلاثة هي اثنان. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث الجي اس اف منحنى اف معلم منظم متعامد او اي جي ما يديرونجيكمش الانشاء حيت باقي عندنا درس خاص بالتمثيل الميلياني، لكن غادي نحاول هنا ندخل التمثيل الميلياني. اللي درتو في الجدع مشترك عندنا اف هي من الدرجة الثانية ساهل كيكون التمثيل الميلياني. التمثيل الميلياني ديالها شنجم سجل ناقصو واحد جوج ما كيهمناش دابا التمثيل الميلياني. ها هو بغيت نستعملو باش نستافد فيه في الدالة العكسية. هذا هو علاش بغينا نستافد. غادي يكون هذا هو السحر التمثيل الميلياني ديال اف كامل. التمثيل الميلياني ديال الشنجم جو غابيت ما نركزوش على التمثيل الميلياني دابا ماشي الهدف ديالنا هو التمثيل الميلياني. غنمشيو للسؤال رقم 4 هو اللي مهم عندي هنا رابعا. ان تكون جي قصور الدالة اف على المجال واحد زائد من جي قصور الدالة اف على المجال واش كاين جي قصور اف على المجال واحد زائد منها جي دو اكس راه هي اف دو اكس ولكن فين كيختلفوا مجموعة التعريف ديال اف هي ار ولكن جي راه مقتصرة على المجال واحد زائد منها. اذا جي دو اكس جي دو اكس تساوي على اف دو اكس غير مجموعة التعريف ديال اف راه قلنا هي ار ولكن جي اقتصرنا على المجال واحد زائد منها. اذا بحال جي دو اكس راه هي اكس مربع ناقص 2 اكس زائد 3 ولكن مجموع التعريف ديال جي راه هي المجال واحد زائد منها. هادشي اللي كيعني اقتصر ملي جات قصور يعني اقتصر على جي راه هي اف ولكن مقتصرين على المجال واحد زائد منها. متخلعوش من القصور ولا سميها عادية. غنشوفو السؤال الف. بين ان جي تقبل الدالة العكسية جي موان زي معرفة على مجال جي جي متحدده. قلنا في الحصة اللي فاتت في التذكير ديال ولا الملخص ديال الدالة العكسية إلا بغينا نبينو الجي تقبل الدالة العكسية خصنا نديرو جوج حوايج. خصنا نديرو أنها متصلة وأنها رتيبة قطعا. عندنا الجي دالة متصلة متصلة على إي لماذا؟ لأنها قصور دالة حدودية. اتصال من الرتابة ها ما نعاودو نديرو الرتابة. عندنا دابا خدامين حنا جي راه خدامين غير فهاد البلاصة فواحد زائد منها كبيرة الدالة اف. الدالة اف تزايدية يعني جي تزايدية واش جي تزايدية على المجال اي حسب جدول تزايدية قطعا ضروري قطعا تزايدية قطعا باغي عقل خص تكون مدالة عكسية خص تكون رتيبة قطعا ضروري سطرو لها قطعا من حسب جدول التيارات حسب جدول التيارات. إذا جي تقبل دالة عكسية جي موزن معرفة على جي حيث كيفاش كنحددو جي هو اف ديال اي هو اف ديال المجال. شنو هو المجال؟ اي هو واحد زائد منها
غادي نحدو هنا اف دي اي قلنا في الملخص اللي قبل اللي داخل كنحسبوا ليه الصوره واللي خارج كنحسبوا ليه الليميت. الا كان التزايد ينحافظوا على نفس الترتيب كنتناقص يقلبوا في الترتيب. عندنا واحد داخل غنحسبوا اف لي واحد وعندنا بليس لانفيني خارج غنحسبوا الليميت عندما يو اكس الى بليس لانفيني. بما ان عندنا اف تزايدي غنحافظوا على نفس الترتيب اف لي واحد وهنا الليميت عند بليس لانفيني ديال اف وهذه الجرة بحال الصورة ديال اف هي الصورة ديال الجرة. إذا حسبنا هادو اف لي واحد ديجا حاسبين هو اثنان الليميت بليس لانفيني هو بليس لانفيني. ولا من الأحسن نشوف هنا اف هو مجموع التعريف ديال الجي مجموع التعريف ديال الجي موان زان هو هذا هو جوج زائد مالا هنا من هنا مجموع التعريف ديال الجي وهنا مجموع التعريف ديال الجي موان زان. بون سي بيان هاد الشي باش نكملو بينا الجي تقدر دير العكسية الجي موان زان معرف على مجال الجي اللي هو هذا. من بعد سؤال واحد ديال جدول تيورات جي موان زان جدول تيورات جي موان زان قلنا فيها الخاصية بأن الجي والجي موان زان عندهم نفس الرتابة. يعني إذا كانت الجي تزايدية قطعا حتى الجي موان زان تزايدية قطعا. إذا كانت الجي تناقصية الجي موان زان تناقصية. إذا عندنا درجة الجي هنايا تزايدية إذا الجي موان زان تزايدية. ولكن كيفاش كنديرو جدول تيورات باش كيجينا مزيان لاحظوا الجي عندنا من هنا لهنا دابا غنقلبو غنديرو من هنا بحال هاد الشي كيطلع الفوق وهذا كيهبط لتحت. إذا الجي إكس هادشي اللي هنايا جوج زائد هنا نديرو هنا عندنا جي تزايدية حتى جي موان زان تزايدية. عندنا الصورة ديال واحد هي جوج إذا جي موان زان ديال جوج هي واحد. عندنا ليميت بليس لانفيني ديال جي بليس لانفيني ديال ليميت بليس لانفيني ديال جي موان زان هي بليس لانفيني بحال كنمشيو من هنا لهنا. بون سي فاسيل هذا جدول تيورات جي موان زان. بون دابا جيم حساب جي موان زان اكس كيفاش كنحسبو جي موان زان اكس كاين خاصية وحدة باش كنحسبو جي موان زان اكس. هاد الخاصية اش كنديرو كنديرو إلا كان جي لإيكغيك يساوي اكس يكافي إيكغيك ديال جي موان زان اكس. يعني كنحلو المعادلة جي لإيكغيك يساوي اكس حيت المجهول هو إيكغيك بحال إكس معروف المجهول اللي كنبحثو عليه هو إيكغيك. ملي كنلقاو إيكغيك راه هي جي موان زان إكس. ولكن كاين واحد الشروط عقلو عليها دائما إيكغيك ينتمي لمجموعة ينتمي لإي اللي هو نديرو إي هنايا هو واحد زائد من النهاية إكس ينتمي لجي جي هو المجال اللي عطينا جوج زائد من حيت إيكغيك دايرين جي لإيكغيك إذا إيكغيك خصو يكون مجموعة التعريف ديال جي. اما اكس ديال جي موان زان اكس خصو يكون مجموع التعريف ديال جي موان زان. مجموع التعريف ديال جي موان زان هي جوج زائد ما لا نهايه اكس في المجال الاخر. بون هذا شي مشكل غادي نتعودو عليه. دابا غنشوفو كيفاش كنحلو المعادله سامبل. عندنا جي ديال ايكغيك يساوي اكس يكافي شنو هي جي ديال ايكغيك. عندنا اف ديال اكس هي اكس مربع ناقص اكس زائد ثلاثة. وقلنا اف دي اكس راه هي جي دي اكس. اذا جي ديال ايكغيك راه هو اف دي ايكغيك هو ايكغيك مربع ناقص اثنان ايكغيك زائد ثلاثة. نبقى لنا ايكغيك مربع ناقص اثنان ايكغيك زائد ثلاثة تساوي اكس. قلنا المجهول هو ايكغيك بحال اكس انكون. كاين بزاف طرق باش تحل المعادلات حنا غنمشيو لشي حاجة سامبل. وإلا كان المجهول هو ايكغيك راه بحال معادلة من الدرجة الثانية. نقدر نجيب هادي هنا اكس هنا إيكغيك مربع ناقص اثنان إيكغيك زائد ثلاثة ناقص إكس يساوي زيرو. تولي لنا معادلة من الدرجة الثانية المجهول هو إيكغيك حيت أن أ هو واحد و بي هو ناقص اثنان ولكن سي أتونسيون هو ثلاثة ناقص إكس. بحال عندنا إكس معلوم راه إيكغيك هو المجهول ونحسبو ضابطة ونلقاو الحلول مزيانة هاد الطريقة. لكن طويلة أنا غادي نديرو واحد الطريقة أخرى سامبل. البداية ديال هاد الطريقة عندنا إيكغيك مربع ناقص اثنان إيكغيك هاد ثلاثة غادي نعوضوها غنحيدو هاد الشي بابا أو غادي نحنا سي ميو هو
ناقص جوج إكراك هنا دونك إكراك مربع ناقص جوج إكراك زائد ثلاثة، هنا غادي نرجعوها على ثلاثة غادي نفكوها واحد زائد جوج تساوي إكس، وغندوزو هادي هنا مشكل إكراك مربع ناقص جوج تكون إكراك تساوي واحد تساوي إكس موان دو. لازم نعرف الكتابة ولادنا بداية ولادنا متطابقة، أما عن إكراك ناقص واحد مربع يساوي إكس ناقص اثنان، وغادي نبقاو نحاولو نلقاو إكراك، بقينا نحيدو الجذر، إذا إكراك ناقص واحد إما يساوي الجذر أو يساوي ناقص الجذر، عندو جوج الحلول. نقلو على هذه إكس مربع يساوي أ، نحيد أ موجب، إكس إما يساوي جذر أ، أو إكس يساوي ناقص جذر، إكس مربع يساوي أ، راه كاين جوج حروف، وغاد دابا غادي نلقاو إكراك، عندو زون واحد هنا، إذا إكراك يساوي واحد زائد جذر إكس ناقص، الآن أو إكراك يساوي واحد ندوزو على واحد هنا ناقص هنا لقينا جوج حلول، ولكن جي موان زان خاصها تكون غير حل واحد، لأن جي موان زان هي إكس، إما غادي تكون هي هادي ولا تكون هي هادي، ممكن طريقة لي سامبل باش كنرجعو لإكراك فين كتنتمي، إكراك فين كتنتمي، عندنا إكراك كتنتمي واحد زائد من عندنا يعني إكراك كبر من واحد، خصنا نشوف شكون الحل اللي كبر من واحد، هذه بالعين كتبان هذه واحد زائد شي حاجة، واحد زائد عدد موجب يعني هذه كبر من واحد، ولكن هذه واحد ناقص، إذا كنلاحظوا هذه هي الحل، هذه سامبل، ولكن بارفوا كيجينا التقطير شوية صعيب، غادي نوريكم الطرق ديال التقطير ولا نوريكم غاتشوفو في سامان آخرين، غنديرو بما أن نسميو ما واحد زائد جذر الحل المناسب هو جي موان زان إكس يساوي هذا صغر من واحد، ممكن بزاف طرق نديرو شي حاجة، حنا نوريكم دي تريك باش تعرفو، مثلا شي واحد معرفش يحلو واحد ولا لا، مثلا خاد هذا غادي يقول واحد خاصنا حنا الحل اللي كبر من واحد، غادي يدير كبر من واحد، غادي دخلنا الكاتب جذر إكس ناقص اثنان وهاد العبارة صحيحة، إذا هاد العبارة صحيحة، إذا نقول الحل المناسب هو هذا، افترض واحد آخر خاد هذا، غندوزو على واحد هنا، أنا نلقى جذر إكس ناقص اثنان كبر أو تساوي واحد ناقص واحد وصفر. إذا هذا السالب كبر من زيرو، هاد العبارة خطأ، إذا هاد العبارة تتكلم عنها تا هي خطأ، إذا ماشي هذا هو الحل المناسب، إذا الحل المناسب هو آخر، هنا هاد الطرق، في طرق أخرى، غادي يبقى هاد المشكل ديال التقطير، غنشوفو باش يقول لك، كاين واحد الحالة اللي بغيت تجربو بها واحد الطريقة، مثلا حنا عندنا جي دي إكس شحال، عندنا جي دي إكس هي إكس مربع ناقص ثاني إكس زائد ثلاثة هي ألف إكس. جي معرفة على واحد زائد معنى، وحنا بقى عندنا الشك جي موان زان، ملي درنا الحلول جي موان زان إما هادي واحد زائد جذر، ولا جي موان زان إكس، هادا، أش كنديرو؟ كنمشيو لشي عدد من هنا، ولكن منحاولوش ناخدو هادو لي فوق لي بوغون، كناخدو شي واحد الوسط، مثلا خدنا جوج مثلا، إلا حسبنا الجي لي جوج جي لي جوج هي جوج بس اثنان ناقص هي ربعة ناقص ربعة زائد ثلاثة هي ثلاثة، إذا لقينا جي لي اثنان يساوي ثلاثة، إذا ضروري جي موان زان هي ثلاثة تكون هي اثنان، إذا من بين هاد اللي كتحقق الصورة ديال ثلاثة يعني جي موان زان ديال ثلاثة هي اثنان، غنمشيو نعوضو إكس باش ثلاثة، مثلا نعوضو هنا ولا هنا، إلا عوضنا هنا غادي نلقاو ثلاثة ناقص جوج هي واحد، جذر واحد هو واحد زائد واحد هي اثنان. إذا هادي كتحقق جي موان زان،
اما تعوضوا في هذه القناه كتبقى كون عوضنا هنا غنلقاو جي موان زان ديال 3 نعوضوا 3 ناقص 2 ديال 1 و 1 ناقص 1 ديال 0 اذا هذه نكتبش ليا جي موان زان ديال 3 يساوي 0 اذا غنتعوضوا ممكن بزاف الطرق ترجعوا لي في التمارين شكرا.